علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا أنه في كل يوم في كل صباح ينزل ملكان، أحدهما يقول ويدعو: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فدعاء من ملكين لمن؟ بين معط ومنفق وبين ممسك بخيل. فهذا المعطي دعوته أن يخلفه الله تبارك وتعالى مثل ما عطى أو أكثر، وهذا الممسك يدعو عليه الملك بأن الله سبحانه وتعالى يتلف ماله، فكن ممن يدعو لك بالخلف.